لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، موضوعنا اليوم عن أصل الاتباع وأثره في الدراسة الفقهية. وكما ترون المذكرة التي بين أيديكم هي مجموع مقالات كنت قد كتبتها تحت عنوان مناقشات في التمذهب، وهي كانت دائرة حول كلام الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في هذه القضية من كتابه في المدخل لمذهب الإمام أحمد. فمحور الكلام على قضية التمذهب، كان آثرت في العنوان اللي نتكلم عليه النهاردة أن القضية ليست التمذهب بقدر ما من وجهة نظرنا نحن، يعني قد يكون من وجهة نظر دعاة التمذهب إن صح التعبير، قد يعني يبلغ بعضهم مبلغا من التشدد في لزوم التمذهب إلى درجة يكاد يقول بالوجوب، أو يكون ما يستفاد من كلامه الوجوب، هو ما قالش بالوجوب ولا حاجة، ولكن في النهاية هو يقول أنها الطريق الوحيدة التي يمكن من خلالها دراسة علوم الكتاب والسنة فروض كفائية. فيبقى معنى كده كأنه يرى أن التمذهب على طالب العلم، ويمكن دي مختلفة شوية عن قضية إلزام العام بالتمذهب، دي مسألة سيأتي التعرض إليها، لكن البعض الآن كأنه يريد أن يلزم طالب العلم إلزاما. الكلام لو أخذته تستنبط منه حكم شرعي، تقدر تستنبط منه حكم شرعي أنه يكاد يقول بوجوب. احنا مش قضيتنا موقف مع أو ضد التمذهب بقدر ما نحن نتحدث عن أصل الاتباع وعن فقه الدليل. وبالتالي دائما البعض بيطرح سؤال، ولماذا جعلتم فقه الدليل في مقابلة التمذهب؟ أليس التمذهب دراسة المذاهب الأئمة الأربعة القائمة على مذاهب التابعين القائمة على مذاهب الصحابة، وهي مستندة على الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والتابعين، فما هو فقه الدليل إن لم يكن فقه الأئمة؟ وهذا الكلام يعني يبدو فيه نوع من يعني إن أحسننا الظن عدم تصور كل طرف لما يقول الطرف الآخر، بمعنى نحن نقول نوع من أن يكون الدارس يدرس الحكم بدليلي، ما يبقاش عنده أن الحكم استفاده مستفيد ما من دليل، وأنا يهمني الحكم مش يهمني الدليل، أو درجة عنايتي بالدليل، أو بل فهنا احنا بنقول لذلك مين اللي قال أن التمذهب هو قصيم لفقه الدليل أو هو خصم لفقه الدليل، وإن لو تمذهبت فلا بد أن تخاصم فقه الدليل، ولو أخذت بفقه الدليل فلا يمكن أن تدرس من كتب مذهب. لكن في الواقع كثير مما يطرح هو كذلك بالفعل. أقول له طب لا، وبالتالي بنقول اللي شايف أن التمذهب مش ضد فقه الدليل ليه بينزعج لما بنقول فقه الدليل؟ قد أنزعج لأنكم عندما تقولون هذا توهمون بأن التمذهب ضد فقه الدليل. خلاص أنا قلبي يهمني اللي بيهمنا جدا كدعوة إصلاحية، وده موضوع سنفرده بالكلام إن شاء الله تعالى، اللي يهمنا كدعوة إصلاحية إحياء فقه الدليل. شيوع هذا الأمر بين طلبة العلم بل وبين العوام. طيب لماذا؟ لأن هذا شرط رئيسي في الإصلاح. من شروط الإصلاح أنت بيبقى في وضع مستقر قائم وشائع، وهذا الوضع في انحراف عن الكتاب والسنة. طيب كلما ترسخ التقليد
وانا لكن انا عايز الاخوه تكون فاهمه الموضوع بابعاده وليست مجرد الجزء الضيق جدا بتاع طريقه الدراسه. اقول لما يبقى في اوضاع مستقره وانحرافات، هم اللي بيقولوا بالانحرافات دي مش بيبقوا ائمه كبار عند اتباعهم، بل مش ممكن يكونوا بالفعل ائمه كبار في العلم ولكن انحرفوا. هو يعني انت يعني هل من شك مثلا ان الزمخشري ده رجل فذ في علوم اللغه ورجل فذ في استعمالها في التفسير، هل حتى القاضي عبد الجبار واعلام المعتزله هي احنا تقريبا في اتفاق ان قلنا بين السلفيين وبين الاشاعره على ان الايه المعتزله فرقه منحرفه، وان كان بعض الاشاعره الان لا بيعمل تصالح مع المعتزله ومخاصمه مع السلفي، لكن هو الاشعريه اصلا وجودها مبرر وجودها وايه كان رد على المعتزله ماشي. فاقول هو الناس دي مش اعلام بالفعل في بعض علوم الشريعه؟ احنا مش ممكن احيانا كمان حتى ناخذ عنهم بعض علوم الشريعه او نستفيد منها؟ فاذا احنا بنتكلم هنا على ان لما بيبقى في انحراف زي الانحراف اللي كان موجود، وناخد مثال يعني نشاه الاشعريه ذاتها، زي انحراف الاعتزال ده عباره عن شيوع بدعه بينصرها ناس هم علماء عند العامه، بل هم قد يكونوا هم علماء بالفعل ولكن انحرفوا. الان داعش مثلا، خد بقى المثال اللي كله بينفر منه، هو مش لهم ابحاث بتنشر وليهم وليهم وليهم، فاذا شيء واخذ ثوب ايه؟ ثوب علمي. طيب الراجل الشاب الذي ابتلي بالداعشيه لو هو مقلد، هل يمكن ان تخرجه من ربقه التقليد؟ هل يمكن ان تخرجه من بدعته؟ ما انت هتقول له يعني الشيوخ الازهر هيقول فيهم ما قال مالك في الخمر، هتقول له شيوخك هيقول بل دول اشد عندي لانهم والوا الظالمين ولانه ولانه ولانه. اذا القضيه لو ان ايه اعلام باعلام وشيوخ بشيوخ يترسخ الانحراف. اما كيف يمكن مقاومه الانحراف؟ بان تدعو الجميع الى تحكيم الكتاب والسنه، وانت وان تدعو الجميع الى رد المتنازع فيه الى الله والى الايه الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم انت بالذات في ازمنه الاصلاح، يعني الازمنه التي شاع فيها الانحراف، محتاج جدا كل حد يكون بيفهم الدليل ويتحاور بالدليل ويترك التقليد. سمعنا الحوار الاطروحة اللي قدمها الدكتور الخشت في مؤتمر لتجديد الخطاب الديني، وهو عمال يركز كما لو كان القرآن ليس فيه إلا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثاره مقتدون، إن هو ده هو يشوف القرآن ذم اتباع الآباء. لا، هو ذم اتباعهم على الباطل، هو ذم اتباعهم بغير دليل، لكن ان هو ان يخرج الانسان يجد ما عليه اباءه خير فيتركه ويهدمه كما مثل هو في بعض كلامه، انه احب بيت ابي ولكن اتركه او نحو ذلك، ده يعني مجال غير المجال. ولكن عايزين نقوله انه عندما لا يوجد وعي وبصيره بالدليل تنتشر الانحرافات وتترسخ بالايه؟ بالعصبيه الجاهليه وبالتبعيه، مين منبهر بمين فيقوم واخد كلامه. فالذي وقع في قلبه ابتلي في بدايه تحرك العاطفه الدينيه عنده بالمواقع الداعشيه، خلاص ما تقدرش تطلعه الا بالايه؟ بان تجبره على النظر بالدليل. اللي ابتلي بالصوفيه وانحرافاتها لان في ناس قد تستهوي يعني قد يستهوي الخطاب العاطفي اللي بيقوله فلان او فلان. ونشوف دلوقتي مثلا الجفري
لخطب ما ماشي في مزج ما بين العقل والعاطفة، لكن هل هو منضبط بالكتاب والسنة في كل مسائله؟ القفة الأكبر، طب هو الآن عمال يلمع في الشخص الخرافي العجيب الذي ظهر فجأة ده، ليه بيحضر يستضيفه ويحط أخباره على صفحته؟ إذن ده ودول جهم منين؟ إذن حصل انبهار بإيه؟ بشخصية معينة فاستمر للإيه؟ التقليد. هيقول لك انت كمان كده. انا لا، انا نحن لا نريد من اخواننا، يعني ما انت ممكن حد بدايه التزامه سمع خطبه للشيخ فلان وخطبه فشعر ان هذا المنهج اقرب الى نفسي، اقرب الى الكتاب والسنه. المنهج بقى قائم على ايه؟ تعزيز هذه التبعيه وهذا الاعجاب بطريقه القاء فلان الخطابيه فحسب، أو بطريقة تربية فلان، أو بطريقة قيادة فلان، أو بموقف سياسي من علان إطلاق. ده المنهج قائم على إيه؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. واللي دخل من حيثية الإعجاب بشخص أو الانبهار بشخصية أو الحب لحد وقف موقف فيه خير، كل ده بنقول له خير، ولكن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نقولها يعني بنجعل هذه الآية كالشعار عشان دايما نقول إيه؟ على بصيرة، إن لازم تكون على بصيرة. إذن القضية إحنا الـ 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 لا نعالج قضية التمذهب كترتيب علمي منعزل عن القضية الأكبر والأهم وهي أصل الإيه؟ الاتباع، والحاجة الشديدة إليه كشرط من شروط الإصلاح. وبالتالي حتى بنقول ربما الموقف من هذه القضية قد يختلف حسب أنت تتحدث في أنه زمان، وربما الكلام كان من سنوات معدودة، سنة أو اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك، وحدث كثير مما حذرنا منه. أنت أول ما خدت طالب العلم و رتبت له الأمور ترتيبا قائم على أن مركب التقليد يبقى أكتر بكتير من مركب الاتباع، هي دي القضية. فبدأ الحد، بدأ البعض يقوم جايب له بقى مسائل إيه؟ المساجد التي فيها قبور ومساجد بل التبرك والتوسل، ويجيب كلام لناس معظمين عنده فقهية في المذهب، ويبقى القاعدة هنا ايه؟ هو انت من رتبتهم العلمية، او انت رتبتك المسألة خلاص اقحمت وبقت جزء من المذهب، المذهب اللي واخد لقب الامام ابي حنيفة، الامام مالك، الامام الشافعي، الامام احمد، ولكن ده انا جايب كلام حد يعني ايه من المتأخرين، بغض النظر يعني في النهاية، بس انا يقولك هو يعني المتأخرين، ما هو عالم وضبط المذهب. ايوه انت جايب حد اعطيته يعني الـ 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 القوة المعنوية بتاعت حد أعلى منه بكتير وبتستعملها. يعني أنت لما بتتكلم على الأئمة الأربعة بتتكلم على ناس كتب الله لهم لسان صدق في الأمة، أذعنت الأمة عبر العصور بعلمهم، وبعدين بتجيب حد لمجرد انتساب العالم من العلماء دول إنه درس فقههم اللي أنت ممكن تدرسه، وممكن يكون ما درسوش بنفس الدرجة المتقنة، وممكن يكون ما درسوش بنفس الأصول، وممكن يكون درس وعنده أصول تانية بدعية في باب العقائد أو في باب السلوك كما سنبين، وبتديله إيه؟ وإن ده من جملة علماء الشافعية، يبقى إذن ده في المذهب الشافعي. إذن المذهب الشافعي في كذا وكذا، في قضايا إيه؟ القبور والتوسل والتبرك ونحو ذلك، ومطلوب انك تعاملها بنفس الترتيب الفقهي المعقد اللي يقولك انت رتبتك ايه عموما في الفقه، ورتبتك ايه في المذهب، ورتبة هذا الشخص ايه في المذهب، وتجد تعقيد كتير جدا عشان تناقش موقع هذا الكلام من الدليل. وفي مسائل فيها اجماع للسلف، وفي مسائل فيها مصادمة للايه؟ للدليل. فاللي بيعنينا في المسألة يا اخوان وضع أصل الاتباع في موضعي، ومعرفة أن الاتباع ده قاعدة عامة في العقيدة
والعبادة والسلوك، وليس أنه كلام كده نقوله في لما نيجي نتكلم في مناهج الاستدلال أو لما نيجي نتكلم في العقيدة، ولما نيجي في الفقه نركن إلى أننا سننقل عمن اتبع، لأن عمن اتبع دي بتوسع جدا معانا، إنها تدخل فيها علماء عبر أزمنة طويلة جدا، وبنقول كثير منهم بأعينهم نحن نعرف إن ده في العقيدة أشعري، ده صوفي، ده تأثر بالصوفية، منهم اللي أفنى حياته في منهج عقدي وتاب عنه في آخر حياته، تاب عنه توبته دي إن شاء الله يعني توبة كل أحد قبل أن يغرغر تنفعه عند الله بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن أنت ما تركه من آثار علمية، ولذلك يعني قال بعضهم عن الزمخشري أنه قد تاب من الاعتزال في آخر حياته، فرد عليه البعض قال إن تاب فما تاب كشافه. أنا مش هو نحن هو هل أحد منا بيحاكم أحد؟ الحساب عند الله تبارك وتعالى. ولكن عندما تحذر مثلا من كتابات الزمخشري فحد يقول لك الرجل تاب، أيوة يا سيدي اعتبره أنه سين من الناس مش أنه فلان ابن فلان. أنا بتكلم دلوقتي على كتاباته الباقية، أنت عايز شايفه أنه تاب وعايز تحسن إليه، يبقى انشر التحذير من كتبه، قول انه تاب عنها، قول محدش ياخذ ما فيها ايه من بدع، ياخذ ما فيها من حق فقط الى غيرها. يبقى اذا القضيه المحوريه التي ندندن حولها اصل الاتباع، وان هذا الاصل هو حاكم لحياه المسلم وحاكم لطريقه فهمه وتطبيقه للدين. وان كنا اصطلحنا على ان يبقى في قضايا نسميها قضايا العقيدة، قضايا نسميها قضايا الفقه، قضايا نسميها قضايا السلوك، الأخلاق، غير ذلك من المعالم الرئيسية للمنهج السلفي التمييز بين الشيء الموجود في الكتاب والسنة وأقوال وأفعال السلف، وبين أي تراتيب أخرى اصطلاحية نشأت بعد ذلك لا يمكن أن تجعل حاكمة على ما قبلها. فإذا هذا الاتباع شامل، يشمل كل القضايا بلا تفصيل، حتى ما عندناش زي ربما سمعتم أيضا في مؤتمر تجديد الخطاب الديني إن الدكتور الخشت بيقول بيهاجم الأشاعر وبيقول أنا مسلم أدافع عن الكتاب والسنة ولا أدافع عن الأشعار. إن كان من حسنة في هذا المؤتمر في هذه العبارة، طبعا هو أولا يقصد منها الدفاع عن المنهج السلفي بلا شك، وإلا فهو عنده أخطر من الأشعار بكثير، ولكن إنه يعني أساطين الدفاع عن الأشعار صحيح دفع عن الأشعار في الرد عليه، ولكن هل كان دفاعهم إنه إذا دافعت عن الكتاب والسنة فيجب أن تدافع عن الأشاعرة، وإذا دافعت عن الأشاعرة فأنت تدافع عن الكتاب والسنة بهذا التلازم الشديد؟ لا، أكيد، لأنهم عارفين أن هذا المنهج إيه نشأ بعد أن لم يكن، ونشأ كمنهج تأويل لبعض نصوص الكتاب والسنة بغرض مناظرة المعتزلة كما قلنا من قبل. لكن شفنا هو دلوقتي القضية هنا انه منهجية اتباع الكتاب والسنة يجب ان تطبق في جميع الايه في جميع القضايا. ما في المنهج السلفي لا يوجد فصل بين قضايا العقيدة، قضايا العبادة، قضايا السلوك. هو هاجم المنهج عقيدة الاشاعرة بانها قامت على ادلة ظنية، ويبدو طبعا الدكتور حاتم العوني هو كان في بداية حياته ينتسب للسلفية، ثم بدأ يكتب في إقامة جسور بين السلفية والأشعرية، ثم بدأ في هذا المؤتمر كما لو كان أشعريا صرفا، كانت ردوده في الواقع كانت جيدة على الدكتور الخشت، ولكن حيثية الأشاعرة قال له إيه؟
قال له لا خد بالك ان العقيده لها اصول وفروع كما ان العباده لها ايه اصول وفروع. وبالتالي فالاشاعره لا يستدلون في اصول العقائد باحاديث ايه احاد، ولكن قد يستدلون في فروع العقائد باحاديث احاد. اما في العباده وكذلك في العباده، يمكن دي بقايا ما عنده من المنهج السلفي، ان حكايه تقسيم الدين الى اصول وفروع تقسيم اصله ايه اعتزالي ونشأ من عند المعتزلة ولا ضابط له، لان الـ 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 اذا قلت ان الاصول هي مسائل الاعتقاد فبعض مسائل الاعتقاد اختلف فيها السلف وان كانت ليست قليلة، كان حتى لو قلنا لم يكن فيها اجماع، ومسائل الفقه كثير منها فيها اجماع، وانه الاجماع على وجوب الصلوات الخمس ووجوب الزكاه ووجوب الصوم والحج ربما اشهر في الامه ويرقى الى درجه المعلوم من الدين بالضروره اكثر من بعض مسائل العقيده التي ايه لا يعلمها الا طلبه العلم. ولكن بقى في النهايه هو دافع عن الاشاعره بهذا الدفاع، ودافع غيره بان الاشاعره ملتزمون تماما بمبدا انهم لا يثبتون العقائد الا بالاحاديث بالاحاديث المتواتره. احنا نقول بقى اهل السنه عندهم يثبتون العقائد لا فرق عندهم، او السلفيون يعني عشان هم ما يقولوش احنا اللي اهل السنه، لا فرق عندهم بين العقائد والاحكام، ويثبتون كل هذا بما اقام الله به الحجه على العباد. مش الله تبارك وتعالى اقام الحجه على العباد بارسال الرسل، ثم الرسل كانوا يرسلون الداعية إلى القبيلة إلى القوم رجلا واحدا تقوم عليهم به الحجة في أصل الدين. ألم يأتي الرجل إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون إلى بيت المقدس فيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه اليوم قرآنا، فاتجهوا جميعا إلى القبلة الجديدة بخبر واحد. ده خد بالك خبر الأحاد في المصطلح اللي هو إيه، ما قصر عن رتبة التواتر، يعني الحديث اللي يرويه في كل طبقاته 10 ولا 20 بس في طبقة بقى فيه 5 ده أحاد. ده أنا بقول لا ده خبر الواحد اللي هو الفرد كمان هو ده يقوم به الحجة طالما يرويه إيه الثقة عن مثله إلى منتهاه، ماشي، فده أصل وده أصل. إذن القضية هنا أهل السنة عندهم الدين كله إنما يؤخذ من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الدين كله يشترط له القرآن أو الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين كله وعد الله بحفظه. الحتة اللي هم بيبقوا خايفين منها، يعني ما أنت أقول لك أنت خلاص اتخذت الحديث الصحيح الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، مش كده؟ قال طيب باب العقيدة باب خطر، فافرض إن حصل وهم، نقول له خد بالك انت غير منتبه بان انت بتقول القران كله متواتر، القران كله متواتر طبعا ده العقيده اللي بيننا وبينه المشتركه بيننا وبينهم، والقران كله حجه. طيب انت لم تنتبه ان القران فيه وعد، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، والقران فاذا كل ما سيخبؤ سيبلغك بطريقه تثبت بها الأخبار فثق أنه من الدين ما لم يكن له معارض، لن يترك الله عز وجل دينه ينسى، لم يترك الله عز وجل دينه أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهل عن الأذى في نعله. طب إيه اللي كان ممكن يترتب على كده؟ الصحابة يظنوا أن هذا جائز ينقل هذا إلينا، نزل جبريل عليه السلام. الحادثة دي تذكروها ودايما بنذكرها دليل على الاستحضار دائما حفظ الله تبارك وتعالى للدين، عشان ما حدش يقول وافرض الثقات وهمه، افرض اتعكست المسألة، يعني الثقة نسى والضعيف حفظ، فانت جات لك الروايتين المتعارضتين، خدت رواية الثقة وعقلا يجوز في الحالة دي تكون الدنيا عكست، قولوا لا عقلا يجوز لكن انت ده في الاحوال المعتادة، لكن هنا معك وعد من الله ان هذا لن يحدث، لن يحدث ان يضيع الدين،
إذن فأهل السنة يقوم منهجهم على أن الدين كله له واجب الاتباع، الدين كله معصوم بعصمة الله تبارك وتعالى له، لا فرق بين مسائل العقيدة والعبادة نحوها. كل هذه مسائل بتقول في النهاية انه لابد من تكريس اصل الاتباع ووضوحه ووضوح شموله لجوانب الدين كله، وان انت لما هتيجي تخل به في بعض القضايا او ستأخذ، الا عندما تأخذ الفقه عند من يخل باصل الاتباع في بعض القضايا، ما عندناش الحد الفاصل كما ذكرنا بالمسائل الاصول مسائل الايه الفروع، الحد الفاصل من مسائل العقيده ومسائل الفقه، ما احنا قلنا اهو جابوا لنا مسائل بتاعه اقامه القبور على المساجد وبتاعه التوسل والتبرك وكل المسائل دي. ما هي انت لما تيجي تقول التعريف الاصطلاحي ما يتعلق بافعال المكلفين، يبقى اذا دي تدخل معانا فين؟ في الفقه فعلا، جاي وحاططها كمساله فقهيه ويجيب فيها اقوال ناس اشربوا مناهج بدعية، وإن كان هو تلقى الفقه على أصول إمام من أئمة السنة، ويقوم عطيها اللقب، لقب الشخص اللي اكتسب هذه المكانة الأدبية العالية جدا ببركة اتباعه للسنة، ويقوم يقول أن من جملة ما قال، من جملة ما قاله الشافعية أو المالكية استثمار لاسم الإيه؟ لاسم الإمام كذا في مسألة هي لها تعلق عقدي ولها جانب عملي، فرح جايبها انها في الايه؟ في الجانب العملي، وجايب لك الراجل ده كامام من ائمه الفقه او عالم من علماء الفقه اللي بيوجب عليك طريقه في التعامل مع اقواله، وبيوجب عليك طريقه قبل ان تنظر في مساله هو الخلاف سائغ ولا مش سائغ، موافق للدليل ولا لا، لانه مكبلك في مدى اهليتك في النظر للايه؟ للدليل، وأهليتك مش أهليتك أنت فقط، ده أهلية عامة الناس، لغاية في النهاية ما يبقاش قدامك إلا التقليد، فتقول والله هو الكلام ده أنكره الشيخ فلان، فطبعا إيه الآخرين يضحكون ضحكة زي أحد أحد المقاطع الفيديو المنتشرة لشيخ أزهري بيرد على ابن تيمية، فبيقول ما هو ابن تيمية لو جه درس عندنا في الأزهر، بس أيامي ما كانش فيه أزهر، وبعدين انتبه قال لا كان فيه أزهر، مش عايز يقول إن هو كان فاطمي، وإن ابن تيمية هو الذي جهوده أو جزء من جهوده في رد هذا البطل عن الأزهر وعن غيره، فقال هو كان فيه أزهر بس ما جاش، جه واتسجل حضرتك، يعني كل المعلومات غلط، يعني حتى المعلومات التاريخية واتسجل، يعني لكي يرفع عن الأمة، ده هو على فكرة ما اتسجنش عشان أثاره في آرائه في العقيدة، ده اتسجن عشان آرائه، عشان أقواله في الفقه في مسألة الطلاق اللي بعد كده تقريبا في إجماع من العالم الإسلامي، كل القوانين المعاصرة بتاخد مذهب مين في الطلاق؟ مذهب ابن تيمية. ماشي؟ فهو قال هو لو كان جيكم علمناه الفرق بين التوسل ومش عارف ايه، بس ما جاش وما كانش فيه اظهر طلع، وبعدين قعد اكتشف انه فيه. طيب اسدد يعني مثلا لما تيجي تشوف مثلا الشيخ علي جمعه او غيره بيقول ابن تيميه عبقري ولكن خرج عن الاجماع، فواحد شايف ان هو كان لو جه الازهر كانوا علموه، والتاني كان بيقول ايه عبقري ولكن مشكلته انه ذكاؤه ده ضره في انه اعجب بذكائه، اعجب بعبقريته، خرج عن الاجماع، وهو ابن تيمية يعني عاش حياته ليكرس مرجعية الكتاب والسنة بفهم سلف الامة، يعني مرجعية الاجماع كجزء رئيسي من المسألة، لكن مشكلة ان هؤلاء يتوهمون اجماعا على خلاف منهج السلف، فهم المحجوجون بالاجماع. القضية هنا انه حيظل دائما كل مبتدع يلجأك الى التقليد زيه، يعني انت عايز تجيبه للدليل هو حيلجأك للتقليد، طب انت هتسند الى شيخك
فيسخر لك منه. ويبقى بقى مين يعرف يسخر من شيخ التاني اكتر. وده شفناه في عصر من العصور لما التقليد استشرى بين المذاهب. الدنيا تحولت الى ايه؟ الى وضع احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء على امام وذم اخر. طبعا دي الصورة الاكثر سوداوية من التعصب المذهبي. عشان البعض يقولش انت ليه بتعمم. لا مش بعمم. ايوه فعلا مش كل الناس كانوا كده, مش كل العصور كانوا كده, بس اقول انه لما بتقفل باب الدليل بيبقى المسألة التقليد. ولما يبقى الحوار بين مقلد ومقلد, الحوار بيدور حول ايه؟ مين شيخه اكبر من التاني ومين اعلم من التاني, فينقلب الامر الى عصبية جاهلية كما ذكر. طيب الان دعك من, لن اتكلم عن المسائل اللي اصلا يسع فيها الخلاف ومع هذا كان تنصف فيها المعارك. ليس مش السلفية هي اللي نصبت المعارك في مسائل الخلاف الساخ. في فريق بيعمل كده, ولكن المعارك كانت قائمة ومنصوبة, ومنصوبة بطريقة تفرق الأمة وتعمل محاريب في المساجد. لكن مش اللي انا عايز اقوله, خلينا في المسائل المهمة جدا القائمة الآن في المشارب الكثيرة اللي انت شايفها دي. لو ما فيش الزام بالرجوع للدليل على كل المستويات, فلن يكون امام الناس الا ايه؟ كل واحد بقى يجي يتكلم بالدليل هيقوله لا, يبقى يقول شيخي, فيبقى اللي يعرف يسخر من شيخ التاني. طب نرفع شوية للأئمة, اصل انت وهابية وما انت تقول محمد بن عبد الوهاب مصلح و و هو يقول لك لا ده كذا وكذا. طيب نرفع لابن تيمية, حد يبقى شايف ان ابن تيمية مشكلته انه ما درسش اللغة عندهم يعني. وطبعا يعني ده هيقول الطلبة بتوعه وهيصدقوه, مش هيلاقي ان مثلا تراث ابن تيمية اجبر كل من يدرسه على انه يعترف على الاقل ان هذا الرجل كان عبقريا المعيا حاد الذكاء, حتى لو هو بعد كده رد منهجه. طيب وهكذا تظل المسألة بلا ويبقى الغلبة لمن يملك الجلبة, لمن يملك الإرهاب الفكري, لمن يملك تلميع رموزه. لا يمكن أن يتم إصلاح بغير أرضية الاتباع. يعني عمال أدندن حوله في هذه المقدمة, لا يشغلنا قضية ترتيب دراسي معين بقدر ما يشغلنا أصل الاتباع وتطبيقه في العقيدة والعمل والسلوك. أرى لكم المقدمة هذه المقالات ثم اللي كانت بتشير لهذا المعنى ولكن على عجالة, وبعدين سننتقل إلى جزئية أخرى في ذات السياق أيضا. يعني نستعرض هنا حول هذه القضية الضوابط التي بيانها العلماء للجمع بين التمذهب كترتيب اتفقت الأمة على إباحته في الجملة. سأقول لكم مش زي ما بعضهم بيحاول إما أن يصرح أو يبقى مقتضى كلامه أن التمذهب واجب من باب ما لا يتم الواجب إلا به, فهو إيه؟ لما يغلق باب العلم بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذلك. يقول لا اللي يهمنا هنا حتى إحنا بنقول عليه مباح, بس لما تروح له لأنه له فوائد, اللي عايز يروح له لازم يشوف ازاي هيجمع بينه وبين ما هو اكد واهم منه وواجب وجوب اصلي, وهو ما اجمعت الامه عليه من وجوب اتباع الدليل. طبعا يعني مساله وجوب اتباع الدليل اظن قضيه في غايه الوضوح في مثل قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, ومثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طبعا ده خطاب للأمة, خطاب لكل مكلف. هم يعني زي كده مع علماء الفقه في المذاهب بيقولوا أقيموا الصلاة خطاب لكل مكلف, يوم جاي
واخد منه ان يقول لنا الصلاة واجبة او الصلاة من اركان الدين، وما اتاكم الرسول فخذوه خطاب لكل مكلف، اكد واولى وهو قاعد وهو اصل للخطابات الجزئية التي تليه. فلازم اعلم كل مكلف ما الذي اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يفهمه ثم كيف يطبقه، ده الاصل. طب الاستثناء اودي النتيجة على طول لما يكون غير قادر على فهم الايه الخطاب ودلالته وما يستفاد منه، وبنقول له النتيجة مباشرة عشان يطبق. لكن هو كان مطلوب منه يعرف الايه الخطاب ودلالته وبناء عليه ينفذ. طيب في ناس ممكن تعجز، طب الشرع اوجد لهم مخرجا؟ نعم. ماذا قال؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلماذا جعلتم الجميع يذهب إلى هذا الاستثناء مباشرة؟ هذه هي القضية. اللي هيقول لا ما احنا ما بنخليش الناس تذهب إلى هذا الاستثناء، ما فقط بنتدرج بترتيب ما في تعلمهم للدليل وكيفية استنباط الحكم منه، نقول له اتفقنا. اما لو انا بصيت لقيت الترتيب اللي انت بتقوله ده تعلم للاحكام والادلة متوارية، يبقى كده لا اختلفنا. واضح الفرق؟ يعني هو يقولك ايه ده، انا بقولك الاحكام عشان تنفذ. طيب يا سيدي ده مختصر المختصرات اللي هو فيه ايه هتنفذ. والله والكلام ده انت في النهاية لست عالما يعني متبحرا في فهم الأدلة، فبيقول لك على مذهب أي إمام كان تبقى صلاتك صحيحة معتبرة ويبقى عبادتك وهكذا. فخلاص قال لك الأحكام مختصرة، ولو في خلاف عموما بين المذاهب مذاهب أهل السنة فهو في الأعم الأغلب خلاف إيه سائغ، مش مهم أنت اتعلمت على مذهب مين طبقت. أيوة خلاص. هل ده نهاية المنتهى؟ البعض يزعم ان ده نهاية المطاف لكل احد، ده كده ادى الواجب اللي عليه. الامر التاني طب وطالب العلم هيفضل بقى دايما يعني طب انت انا عرفت الاحكام عشان اطبق، المرحلة اللي بعدها اعرف خلاف اهل هذا المذهب في هذه الاحكام. طب ايه ده درجة اهميته؟ ما انا كان عندي حاجة الشرع مخاطبني بيها وهي الادلة، انت اجلتها عندي او لما قلتها لي وما قلتها ليش على انها ادلة، ما بينت ليش وجه دلالة الدليل على الحكم، عمال تأجل لي الحتة ديت. طيب خلاص لو سلمنا جدلا ان الطائفة من الاحكام للتطبيق كتاب فقه مختصر عشان اطبق زي الدروس التثقيف الاجباري اللي احنا بنديها في المساجد، طيب الخطوة اللي بعدها ليه شغلتني بخلافات رجال في رؤيتهم لهذه الأحكام؟ طب ليه ما نقلتنيش على معرفة الدليل اللي أنا مخاطب بيه أصلا وأعرف منه إزاي أصلا؟ لا أصل أنت الملكة عندك ضعيفة، فوارد مرة يعني تستنبط بطريقة ما وفق قاعدة أصولية والمرة الجاية تستنبط بطريقة أخرى. مش في النهاية انت يعني انت الحل اللي انت عطتهوني قلت لي انا هعلمك على الكتاب الفلاني واطمن حتى ولو كان في قضايا مش مجمع عليها فانت مطمن انها قول قال به امام او قالت به مدرسة من مدارس الفقه، فهو في الجملة دائر في الفقه الايه في الفقه السني وله مستنده. طيب هو انت لما هتيجي تبتدي تعلمني الدليل وانا بقول لك انا مستعد، وزي ما بقول لكم دايما والله احنا جايين من خلفيه ناس بتدرس كيمياء وفيزياء ورياضه واحياء، يعني بمعنى من صغرها يعني تستعمل طاقتها العقليه في علوم دنيويه معقده. اذا يعني ما احنا مش بنتكلم على انك روح واحد يعني مش قادر فعلا وتقول لا لازم تتعلم، لا انا بقول احنا بنتكلم هنا مين اللي جاي لطلب العلم؟ لطلب العلم في الغالب حد اصلا مر بمرحله طلب العلوم الدنيويه،
النهاردة تعال شوف المناهج المرحلة الابتدائية بيدوا ايه للأولاد في العلوم اللي وانت مضطر وهتديها لأبنائك، ولما تلاقي الدنيا صعبة هتجيب له مدرس وتدي له درس. الشاهد ان الان انت في دراستك الدنيوية مررت بانك تستعمل آلتك العقلية في الفهم والاستنباط وملكة الحفظ. طيب انت عطتني الاول الحكم عشان اطبق كويس، وكان ايه الاطمئنان؟ الحكم ده قال به ائمة من اهل السنة يعظمون الكتاب والسنة ويأخذون فقههم في النهاية عن الصحابة والتابعين بصورة او باخرى بالسند المدخل، لان فقه الائمة كان جاي من دول. فالقول اللي انت بتقوله في الاخر يا مأخوذ تطبيق مباشر الكتاب والسنة، يا اما ينطبق عليه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم ايه لا تعلم. حسنا، اللي بعدها انا عندي طاقة اكتر، هتديني ايه بقى؟ يقولك تعرف بقى الاختلافات بين علماء اللي هم علماء المذهب. طب ليه؟ عشان بس الملكة حكونها لك بعدين. طيب ايه خطورة ان انا افترض ان دول اختيارين احنا هنعتبر انهم متساويين يعني؟ طيب ايه اللي منعك تديني الدليل ووجه الدلالة ووجه الاستنباط؟ يقول اللي وانت لسه عظمك طري كده، وارد مرة تميل لقاعدة ومرة تميل لقاعدة ثانية. طب وبعدين هتطلع في الاخر بحكمين جزئيين متنافرين لا ينتميان الى ذات القاعدة الكلية. هو كان الضمانة اللي انت عطتهاني هناك مش هي مجرد ان انا يا اما النصوص اللي انت الاحكام اللي انت علمتهاني يا اما صريحة من نصوص او ظواهر الكتاب والسنة، يا اما هي في النهاية نوع من سؤال اهل الذكر؟ في غير كده؟ طب هو في حاجة تقول ان في عالم ما منضبط مع قواعده 100%؟ طب هو قواعده دي لو هي خلافية في حاجة تقول انها اولى من قواعد غيره؟ في الاخر انت قلت لي انت مقلد، فهتسأل واحد او مدرسة يكون في الاخر مطمئنه من ايه؟ من اهل الذكر. طب هو لو انا طالب علم كما تقول ويعني متأرجح في ترجحاتي، لكن بدرس النصوص بدرس الأدلة من الكتاب والسنة في ضوء أقوال المجتهدين المعتبرين، وبحاول قدر الإمكان إذا انقضح في ذهني أن هذا أقرب إلى الدليل أعمله، وأبقى كده بذلت جهدي في إيه؟ في تطبيق وما أتاكم الرسول فأخذوه. ومن ناحية تانية ضامن أني لن أشذ، لأني لا أنظر إلا في أقوال الإيه؟ الأئمة المجتهدين، وهم أهل الذكر عندي. مين أقرب إلى وما أتاكم الرسول فأخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا؟ طريقة إن أنا هفضل آخذ أحكام ثم اختلاف علماء في أحكام ثم اختلاف علماء في أحكام والأدلة من وراء، ولا ان انا بحاول افهم الدليل واطلع منه الحكم، بس عامل الشرط اللي ما يخلينيش اطلع بره، ان انا الاحكام لازم تكون في دائرة ما قاله الائمة الايه المعتبرون. يبقى انه اقرب الى تطبيق الاتباع. طيب انه اقرب بقى الحتة اللي احنا قلناها من شوية، لما تبقى الدنيا فتن تموج كموج البحر، ومش دايما الدنيا ان انا واحد بيدرس فقه شافعي مع واحد بيدرس فقه حنبلي والكلام ده، لا ده عندي ناس بتوع تجديد الخطاب الديني، وعندي ناس بتوع ابن عربي، وعندي ناس بتوع مش عارف الدين الانساني العالمي، وعندي كل الايه اللي انت بتشوفه ده. كيف يمكن ان نقلل هذا الشر والفساد؟ هل بان انا اقول له والله اصل انا بدرس على المعتمد من مذهب كذا وهو ده اللي انا اعرفه، والله اللي انا اعرفه ان الفقهاء لم يشترطوا التوثيق لانعقاد الزواج والطلاق، وان التوثيق ده امر حادث نفسه، وانه لما حدث حتى ده ذاته مش هيبقى واخده الطالب الايه المبتدئ يعني انه يبقى عارف، ان ولا ان انا ابقى قادر كل مسألة من دي اناقش بالدليل
مع الأخذ في الاعتبار ان في حد بيقول لي اوعى تكون ممن قال الله فيهم انهم يقولون ان وجدنا اباءنا على امه. ده دلوقتي دي بقى مين اللي بيقولها؟ اللي عايزنا نهدم البيت. ماشي، يبقى مين حيمكننا من الدعوة الى الله ومن تقليل الشر والفساد ومن بيان عور المناهج المنحرفة؟ عندما ادعو الاخرين الى ايه؟ الى الدليل. ما يبقاش مستندي كتب تراث، طبعا هنتعلم منها، بس انا وانا فقط ده دليلي. هو بيقول لي ده، طب ومين اللي قالك؟ انت ليه بتلزمني بيه؟ ده دلوقتي بقى اكثر الناس انحرافا هو اللي عايز يستخدم قوة انه ليس مقلدا. خطورة بقى، وخطورة المناهج ديت، ولماذا يريد الجميع ان يغيب المنهج السلفي؟ لان هو لما يجي لك بتاع التجديد بهذه الحجة تقول له ده ما احنا كنا بنقول لكم كده، كنت بتقولوا انتوا خارجين على اجماع الامة، وانتوا مش عارف ايه، بتكرهوا الائمة الاربعة ليه؟ هو كان عايز يمنعك من ان ترد على بدع الصوفية، يمنعك من ان ترد على الانحرافات العملية الموجودة، يمنعك من ان ترد حتى على القوانين الوضعية. ودلوقتي لان هو اللي عايز يهدم الدنيا واخدك لمساحة، اياك يكون مستندك بس كتب التراث. وبالتالي الموقف الواثق الذي بفضل الله تبارك وتعالى تستطيع به ان تنقي المنهج مما اصابه من اي انحراف، وتمنع هذا التغول الجديد، ان يكون دائما الرجوع الى الكتاب والسنة بفهم سلف الامة، وان كل الناس يعمق لديها فقه الدليل. فيبقى تاني هنا اقول عندك امر اصلي باتباع الكتاب والسنة، وطالما انت هتبتدي تستهجى في الفقه ما يعني لا تنزعج لو انك تأثرت بترجحات شيخك، اللي شيخك ده هو طويل بعلم، طالما انه هو في الاخر برضو ايه؟ حاصر نفسه جوه اقوال المجتهدين، ولا انك يبتدي يبقى لك قناعة ذاتية تقول ده غاية جهدي يا رب، عندما اختلفوا علي نظرت في من وصفتهم انت يا رب بانهم اهل الذكر، ثم اجتهدت في ان اخذ من اقوالهم ما اطمأنت اليه نفسي من انه هو الموافق لما جاء في الايه؟ في الكتاب. فاذا معنا في النهايه الـ 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 لا ادري اين موضع الخطر الداهم في ان طويل بعلم هيرجح مره هيبقى كانه موافق لاصول الحنابله، ومره كانه موافق لاصول الشافعيه. اما احنا بنتكلم هب ان كل ده ما حصلش، مش كان عندي صحابه وتابعين، وكان عندي كتاب وسنه وصحابه وتابعين. النصوص اللي دلالتها ظاهره بنطبقها، اللي فيها خلل بنسال اهل الذكر. عشان كده احنا بنقول ايه؟ بندرس الاقوال التي في كل مساله، لو تلاحظ في طريقه تدرس الفقه سواء من كتب مذهبيه او من غير مذهبيه، بيهمنا الأدلة التي وردت في المسألة ومجموع الأقوال التي قيلت بدون تركيز كبير على، حتى يعني ممكن أحيانا ده قد يترتب عليه عدم إتقان لنسبة المذاهب إلى أصحابها، زي ما الآن وإحنا أمة ابتليت حتى بقلة الوفاء للأسف. الآن مثلا واحد زي الإمام الشوكاني، أنا بقول للناس يا إخوانا الإخوة اللي بيقولوا دلوقتي بيدرسوا فقه مذهبي في الأزهر، حسنا نشوف الرسائل الجامعية في الفقه المقارن في جامعة الأزهر من يعني 20-30 سنة كده، وارجع بظهرك بقى زي ما أنت عايز، ستجد هذه الكتب قائمة في المقام الأول على نيل الأوطار، ثم المغني، ثم المجموع، ثم بداية المجتهد،
ولو في بقى يعني ايه في الاخر خالص بعد ما بنى هيكل المسألة راح راجع بقى الكتب الاحناف او كتب الشافعية المتأخرين، لكن الكتب اللي هي بيبقى في المقام الاول نيل الاوطار اللي ده تقريبا بيحاول يستوفي ما قيل في المسألة، حتى المذاهب التي اندثرت ان اقوال قيلت في عصر التابعين ولم يتبناها احد الائمة الاربعة فقل من يقول بها او انعدم، اقوال الائمة الاربعة، اقوال المذهب الظاهري بيعنى بها، اقوال اصحاب الحديث ممن لا ينتسبون الى مذهب، فهو كأنه دايما بيبقى نيل الاوطار هو الايه المرجع الجوهري لكل بحوث الفقه المقرر. وبعدين شوية من اللي اعتنى بالمناقشة بين أقوال الأئمة الأربعة فبيرجع للمغني والإيه والمجموع اللي منهم شوية بيقوم عايز يعرف فلسفة تعليل الأحكام فيرجع لبداية المجتهد أو نحو هذا. وبعدين كنوع من التتميم في العزو كان بيرجع طبعا كتب المذاهب كانت يعني معظمها مش مطبوع والمطبوع مش متوفر الى وقت قريب جدا، وراجعوا الرسائل وهتلاقوها كلها كده. طبعا مع توفر الطباعة والمكتبة الشاملة وغيرها، واصبح ان ممكن لما يحب يعزو يعني او يستجمع اقوال المذاهب اخد كتب كل مذهب واعمل فيها بحث الكتروني عن المسألة واجيب هذا الكلام وارجع يعني او نحو ذلك. المقصد انه رجل بهذه الدرجة في عصر ما كانش فيه كمبيوتر كان هو الكمبيوتر، وفضل اللي بتوع المذاهب يعرفوا مذاهبهم ومذاهب غيرهم منه. دلوقتي بقت اصل هو طبعا غير نزعته هو الفقهية اللي فيها نوع من النزوع الى الظاهر، عادي انك تختلف معه فيها، وعدم دقته في العزو. انت سبحان الله يعني العقل البشري له حدود يعني، وكل العلماء تقريبا بلا استثناء يعني حتى العلماء الكبار مثلا زي ابن عبد البر وابن المنذر كل من علم عنه التبحر في استقصاء اقوال المذاهب في العصر الحديث بعد ما بقى في كمبيوتر بقينا بنقول في عدم دقه في العزو، لان انت بتراجع نتاج بشري ضخم، واحد قعد عمره يغذي مخه وبعدين بيطلعه لك وهو بيشرح كتاب او بيقول فتوى، وبين ان انت معاك الكمبيوتر وعملت بحث. ومن الوارد ان يكون بعض اللي انت بتستدركه عليهم الحق فيه معهم، بس انت الطبعات بقى اختلفت والمخطوطات وكلام من هذا. دي بس القضية في هذا التعليق على وسيأتي الكلام عليه على الموقف يعني الذي لا يعبر عن أي درجة يعني بر بمن خدم الأمة في حفظ تراثها عبر التاريخ لمجرد العداء في هذه الجزئية. الأمر بالاتباع أمر أصيل، يبقى لابد أن نطبقه. لو احتاجنا ان احنا نسأل الحكم عشان نطبق يبقى المرحلة اللي بعدها يجب طالما عندي فسحة ادرس اكتر من كده اعطي مساحة كبرى للايه للدليل. الامر الثاني من شروط الاصلاح كما ذكرنا هذا ايضا يعني لتأكيد اصل الاتباع اجماع الامة الذي حكاه الشافعي رحمه الله تعالى حيث قالوا اجمعوا أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. طبعا يقول لك إذا استبانت يا عم، ما أنت منع، أنت إيه، أنت بتغلق الباب أمام خواص طلبة العلم إنه يحاول يستبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح يعني أجود من اللي بيقول حتى ولو استبانت سأردها والعياذ بالله، ولكن الأصل ان طالب العلم تحاول تخليه يستبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم ام لا. مع الاخذ في الاعتبار تاني بنأكد لو الخطر اللي بيتخاف منه احنا بنقول كل حاجة طالب العلم اللي ما وصلش مرحلة الاجتهاد لن ينظر الا
في الأدلة وأقوال المجتهدين لن يحدث هو إيه قول. نقولها بالتالي فنتناول القضية على طريقة أهل السنة والجماعة الذين يجمعون بين النصوص ويفسرون بعضها على ضوء البعض الآخر. فمن المعلوم أن التمذهب ترتيب علمي تكونت معالمه في الأمة بصورة تراكمية، ده اللي حيبان معنا في تتبع كلام دكتور نصر وزيد. وبدأ بما يسر الله به على عباده بعد أن أمرهم باتباع الكتاب والسنة من تشريع السؤال العاجز عن النظر فيهما، فقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتطورت الأمور وواكبتها الأمة دون خروج عن إطار تعظيم الدليل إلى أن كان ما كان من الانحراف. كان ما كان من الانحراف ده لو في المقالة، يعني في صلب المقالة هنلاقي أن الشيخ بكر أبو زيد بيحكي لنا منه نبذة مختصرة، مع أنه يعني مما يندى له الجميع. ولكن ثم قيد الله للأمة مجددين جددوا من دثر من تعظيم الدليل، ووضعوا ضوابط وبيانوا معالم من شأنها لو تم الالتزام بها أن تمنع من إعادة الكرة مرة أخرى. يعني ده اللي بيحكي القصة دي، سواء الأصل اتباع الدليل، السؤال قبل التمذهب، السؤال كرخصة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه لا تعلمون. ثم لماذا يعني تحول الأمر إلى صورة مباحة جيدة قد تسهل طلب العلم من مدارسة العلماء الأتباع أو الذين تعلموا على مدرسة إمام معين، ودي الصورة التي نقرها من التمذهب، ثم إزاي تحولت إلى التعصب، وإزاي بقى التعصب ده في حد ذاته فرقة وشقاق، ناهيك عن أنه غير فرقة، لأن البعض شايف أن مشكلتنا الوحيدة الشجار اللي تم في التعصب المذهبي. قلت طب خلاص لو دلوقتي مفيش، نقول له لا، هو المشكلة الأكبر كانت إيه؟ تغييب سلطة الدليل. فلما غيبت سلطة الدليل، المتميز في الفقه بس أشعري جاب لنا الأشعرية معاه، والمتميز في الفقه بس صوفي جاب لنا الإيه؟ الصوفية معاه، وانت في الآخر بتعامله بترتيب معين انت عامله في التقليد. فالمسألة مش كده. وبعدين العلمانية جت عشان تقول الشريعة عاجزة عن مواكبة العصر، فالفقهاء، وده كلام لو نرجع لمقدمة الشخصيات السابق لكتاب فقه السنة، وهو الرجل أزهري يعني درس بهذه الطريقة، يعني ولكن في النهاية هو يحكي واقع أن عندما جاءت العلمانية لكي تقول أن الشريعة عاجزة عن مواكبة العصر، احتاجت الأمة إلى عشرات السنين لكي تستطيع أن تجيب، ولم تأتي الإجابة إلا بعدما حدث التجديد، ووجد من يقول لا، بل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وحينما وجد من يقول أنه نرجع إلى قواعد الفهم وإلى غير ذلك، لأن كان التقليد قتل. يعني أنت ما بين التقليد سمح بوجود البدع، للي عندهم جرأة يزقوا البدع بتاعتهم زقوها، لكن في الآخر كمان كان مانع إيه؟ بقول بيدخل بدع ودية تقوم قافل عليك الباب. فعجز هؤلاء وإلى يومنا هذا الذي لا يدرس بالدليل يقف أمام التجديد عاجزا. أي حاجة يجيبوها له حاجة من اتنين، يا يرفض على طول الخط يا يوافق على طول الخط. اللي ما عندوش دراسة جيدة للأدلة ودراسة جيدة للتعليل، مش هو حافظ مواطن الإجماع ومواطن الخلاف، لكن كيف سيتعامل مع ما يطرح عليه الآن؟ ال- 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 ناس كتير من يشار إليهم بالبنان في إتقان الفقه على طريقة إلمام النصوص، عندهم التأمين التجاري، وعندهم عقود البنوك، نوع من العقود الجديدة
مش موجودة في الفقه عندنا، وبالتالي الأصل فيها الإباحة. كلام ده بحوث موجود. ليه هو شايف انها عقود جديدة؟ لان هو عنده هو مهتم بالاحكام كما صاغها الفقهاء، وغير مهتم بالايه؟ بالدليل. فهو شايف ان ده لم يتناوله صياغة الفقهاء، وده ممكن، بس يتناوله الدليل اكيد. ما اقول المثال ما هوش دقيق يعني، ولكن يوضح ازاي الصياغة، لان هو المثال ده مش بينطبق على الباحثين والفقهاء ولكن ينطبق على العامة. ولكن مثله يحدث كتير جدا في كلام العلماء في الامثلة اللي قلتها لكم، اللي بعض العلماء الكبار زي الزرقاء او غيره اللي بيقولوا ايه، عقود التأمين وعقود البنوك عقود لم تأتي الشريعة بحكم لها. طيب الفقهاء لما جيهم يعبروا عن الحكم المستفاد من الدليل الذي يقول أن المحرم لا يلبس السراويل ولا البرانس ولا القنصوة ولا العمامة ولا الخفين، وليلبس الإيه؟ النعلين، فإن لم يجد الخفين فليقطعهما. ده الدليل. كويس؟ الفقهاء قالوا أن هذه الأمور من باب ضرب المثل، وهذا صحيح. قالوا عشان احنا نصوغ بقى عبارة فقهية محتاجين نشوف الضابط، قالوا ايه القدر المشترك بين دي، فبعضهم قال المخيط وبعضهم قال المفصل على قدر العضو. تمام؟ و الفقهاء حينما يقولون هذا يعنون كل منهم يعني ما يقوله بالعبارة ما تفيده العبارة الأخرى، يعني دول تعبيرين مختلفين عن حقيقة واحدة، يعني ليس خلافا بين الفقهاء. هم بيقولوا القدر الجامع، بعضهم عبر انه بالمخيط، بعضهم عبر ايه بالمفصل على قدر العضو. العبارة الأكثر رواجا كانت الايه، المخيط. المخيط استقرت في الذهن انها ما دخله خيط. فايه اللي حصل؟ بقت الناس تجيب الرداء وتعمل له كباسين، مش خيط اهو، فيعملوا له عنق ويعملوا له ذراع، ده كده بقى ايه شرعا؟ قميص. وهكذا يجي للإزار ويقوم بكباسين يقلبه سروال، ولهو مش ايه. طب يجي بقى هو في البرد ومعاه عباءة لها أكمام ولها الكلام ده، والدنيا برد جدا، فتقول له ايه، البسها كرداء، يعني كأنها قطعة وشك، لا فيها خيط، فيمنع نفسه من الايه، من المباح، لانه فهم الكلمه غلط. طبعا المثال ده للعامه ولكن خد بالك انه انا بقول لك زيه عشان بس تدخلش في تفاصيل، زيه وقع في علماء كبار جدا في عقد التامين التجاري وفي عقد البنوك، وزيه الخشط طبعا، كل اللي هو قاله ممكن تحطه من ضمن هذه الايه، تحطه تحت هذه. ده خطوره انه حد هيقعد يدرس لي الاحكام وهو لم يعطي الأدلة القدر الكافي. فإذا اللي أنا بقوله هنا إيه؟ لما جت العلمانية تطرح علينا أسئلة كتير، بقى الذين لم يعنوا بدراسة الأدلة يا إما هياخد خط الرفض على طول الخط، يا إما هياخد خط الإيه؟ القبول على طول الخط، أو على الأقل يفقد البوصلة، يعني ما يبقاش عارف هو بيعمل إيه. وده كل الناس أدركته، وبالتالي كان أحد أسباب انتشار الصحوة الإسلامية هي العودة إلى الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، هي إحياء الدراسة الفقهية بهذه الطريقة. ومش عايز أقول إن إحياء المناهج الأخرى المنافسة في العقيدة
ظهر متزامنا مع إحياء ترتيب. أنت هتقول عليه ترتيب في النهاية ترتيب دراسي، ولكن هو ترتيب دراسي في الآخر بيعمل إيه؟ بينتج عنه الكلام ده. هل ثمت أحد يعني يستفيد أو من طرف خفي من أن هذه المناهج كلها اللي في الآخر لما كانت سائدة استطاعت العلمانية أن تكتسب أرضها بلا خلاف؟ العلمانية لما جت والأرضية اعتزالية أشعرية في الاعتقاد، والأرضية بطريقة دراسة فقهية فيها عناية بالأحكام، خلينا نقول عناية بالأحكام أكثر بكثير من العناية بالأدلة، أو مع قلة العناية بالأدلة، لما وجد هذا هم انتشروا، ولما وجد هذا استطاعوا أن يقنعوا النخب المثقفة، طلبة المدارس والجامعات، بأن الدين عاجز عن مواجهة عن أن يحكم الحياة وأن يقدم حلول للحياة. طلبة دول نفسهم لما درسوا فقه الكتاب والسنة بنفس هذه العقليات اللي بتغذى بالعلمانية قامت لديهم الثقة بالعقيدة الإسلامية، وقامت لديهم الثقة بالفقه الإسلامي، واعتنوا بالبحوث والدراسات التي تتحدث عن عظمة الشريعة الإسلامية وعنها مقارنة بالقوانين الوضعية، وبيان الحكم والتعليل في كل منها، وبيان ما يمكن أن يقبل أو يرفض مما يطرح علينا كل يوم من أطروحات الحياة الحديثة. هذه الحيوية كلها كان لها أكبر الأثر في أن تندثر العلمانية. هل السؤال لماذا بعد ما الأمة تحقق تقدم بهذا المنهج في معركة مصيرية بعيدة بقى عن التفاصيل الجزئية، معركة مصيرية في نصر الدين الله تبارك وتعالى، يتم مرة أخرى نشر المناهج الفلسفية والكلامية في باب الاعتقاد، نشر المناهج الصوفية والخرافية في باب السلوك، وتعضيد طرق التدريس التي تعطي مساحة أكبر بكثير للأحكام والخلاف في ضبطها، والعبارات التي اختلف العلماء بينهم وبين بعضهم البعض في ضبطها أكثر بكثير جدا من ضبط الأدلة وموطن الدلالة منها على الأحكام، مع الأخذ في الاعتبار إن أنا الخلاف ده كله أنا في النهاية ما كنتش محتاجه، وكان ممكن إن أنا لو أعطيت نفس الوقت والجهد للأدلة، لو خدت مرة بمذهب ومرة بمذهب، ما أنا جوه الدائرة اللي أنت الواسعة قوي اللي أنت بتتكلم فيها، لا بس الفرق بقى إن لما يطرح شيء جديد، لما نستطيع أن ندافع عن الشريعة، نستطيع إن احنا نبين حسنها، نبين حتى موضوع الطلاق ذاته، الطلاق ذاته كمثال من محاسن الشريعة، بيان إنه هل يمكن يعني تصور أن يجبر رجل وامرأة متنافرين عن الاستمرار في الحياة، فالشريعة ازاي ضيقت سبيل الطلاق مثلا كنموذج الآن فرض نفسه، يعني ازاي ضيقته، ازاي رغبت الرجل في الصبر، وازاي شرعت الأحوال الهجر الشقاق وتدرج الأحوال من الوعظ للهجر للضرب للانتقال للحكمين ثم بعد ذلك إما طلاق وإما خلع، هذه التراتيب كلها كمسائل مقارنة بما يقدم، سواء يعني المنع الطلاق بالكلية وما ترتب عليه من انتشار الفاحشة وما ترتب عليه من جرائم القتل، وكل يوم بنقرأ يعني لما يبقى في مجتمع معين من مجتمعات المسلمين تأثر، حد يقول ما فيش طلاق، نبص نلاقي في أحداث بتحصل داخل البيوت، إما جرائم والعياذ بالله أخلاقية، وإما جرائم اعتداد على الدماء إلى غير ذلك، كل دي أمور يحتاج من يتعرض لها. احنا بنقول النهارده مين عايزين يتعرض لها؟ طلبة المدارس والجامعات، مش احنا مستنيين الأئمة الكبار اللي يقولوها، ده كلام بيطرح ليل نهار في وسائل الإعلام، وكلام بيطرح ليل نهار على الناس في أعمالهم وفي مدارسهم وفي جامعاتهم. يبقى إذن أنت في النهاية لا يوجد حيوية لهذا الدين إلا
بأن جميع من يدعو إلى مجهود جميع المكلفين جميع على الأقل من سينشغل بالدعوة إليه والدفاع عنه أن يكون مساحة راس دليل كبيرة وإتقانه لفهم الدليل والاستنباط من الدليل وضبط استنباط الأدلة من الأحكام من الأدلة. فضل على المغرب 25 دقيقة. تحبوا تاخدوا راحة قد ايه قبل المغرب؟ طيب نمر بسرعة على كلام الدكتور بكر أبو زيد، هو موجود في المذكرة هنا وموجود في كتاب المدخل لمذهب الإمام أحمد. فهو يتحدث عن يعني يقول كان أمر الناس جاريا على السلامة والسداد من الإسلام والسنة في صدر هذه الأمة من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى غاية القرون المشهود لها بالفضل والخيرية. الشريعة ظاهرة والسنة قائمة والبدع مقموعة والألسن عن الباطل مكفوفة والعلماء عاملون ولعلمهم ناشرون والعمي يستفتي من يثق به وتطمئن إليه نفسه ممن لقيه من علماء المسلمين. مهم جدا تقرير ده، يعني ايه كواقع هذا هو الـ 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 يعني الأمة في عصرها الخيري كانت هكذا. لو حد بيقول الدراسة زي ما احتاجنا نقول العلوم نقسمها الى عقيدة وفقه و احتاجنا الى ان الفقه يبقى له الترتيب معين في لا بأس نبحث هذا، ولكن كمسألة ان الأمة في لان الجزء في منه شق تعبدي، ولان انت الترتيب الدراسي اللي بتقوله ده ماشي انا هاخده واقول والله هو يحقق فوائد نعم، ولكن انا اصبو الى فوائد اخرى اهم واعظم. انت حققت لي فوائد في ضبط عبارات الفقهاء كيف ضبطوا الاحكام، انا عايز ادي مساحه للدليل اعلى لان ده في اصل بيقول كده، ولان احنا محتاجين ندافع عن الشريعة أمام أعدائها. مش دايما كلامنا كله مع ناس عايزة حكم الإمام فلان وحكم الإمام الآخر وهكذا. يبقى إذن نقرر الأول أن في العصور الفاضلة كانت الدنيا كده، ونقرر أنه ماشي الأمة ما لا ننكر أن الأمة اتجهت بعد ذلك إلى طريقة معينة، حققت مصالح معينة في وقتها، حصل انحراف رجعوا عنه. وأنا دلوقتي لو أنا في العصر الحالي أختار عنه صورة من الصور. وبرضو مرة تاني مش القضية الوحيدة هي الانحراف الذي طرأ على المذهبية بالتعصب المذهبي، لأن احنا قلنا المشكلة الأكبر تغييب الدليل. في مشكلة الآن هيقول لك خلاص كأن في قبول عام بين دارسي الفقه على المذاهب الإسلامية، واحنا برضو تاني بنركز فقه الدليل اعتني بيه وقول لي ادرس في اي طريقة تعجبك. يعني عايز تدرس من مذهب ما بترتيب كتبه من الكتب المختصر للمتوسط المطول، بس وريني بتخدم الدليل ازاي بس. لكن الفكرة هنا في ناس كتير من اللي بيدرسوا المذهبية يقول لك يا عم ده احنا ما عندناش تعصب مذهبي، ده احنا بنقول قول الامام او قول المذهب قول الامام، اللي شوية كده يقوم يتحرف يبقى ايه قول المذهب قول معتمد المذهب المعتمد عند المتأخرين، يعني وده ممكن يكون الامام ما يعرفش بيه اصلا في بعض المسائل، بعض المسائل كلها هي تخريج. طيب المهم يعني بنقول ان هو بالنسبة للعامي او لمتبع المذهب كدليل الشرع، كدليل الشرع بالنسبة للمجتهد. وبالتالي لما بيجي واحد درس على مذهب معين وطبق فبيجي التاني جنبه يطبق لا ينكر احدهم على الاخر، لان ده ايه الدليل بالنسبة له اللي قاله له يعني المذهب معتمد، فكيف ينكر احدهم على الاخر؟ فاحنا بنعلم الناس بالعكس التسامح المذهبي كويس. الخطورة هنا لما يجي لك خطورة التعصب المذهبي معروفة ولازم نثبتها كتاريخ برضو،
ولان التسامح المذهبي ده ما بيعيش كتير دايما. طالما بقت الدنيا تقليد لازم يبقى فيها تعصب لاشخاص مش لمناهج كويس. لكن عموما خلاص هندرس التعصب كتاريخ ندرسه ونسجله ونقول عشان ما نكتويش بناره تاني. التسامح ده مشكلته ايه بقى؟ لما يقوم حد جايب لك مذهب الشيعة الزيدية وبعدين هو ايه، طب هتيجي تقول له لك لا ما قال به بعض الاحناف، طب مذهب الإباضية، وبعدين انت ليه حصرني في الاربعة؟ طب ما القول اللي انت بيه سوغت الاربعة، طب الليث بن سعد، طب الظاهرية، طب كذا. يقوم واحنا عارفين برضو الـ عندنا حد بيتكلم، لا والله لما نيجي نبحث مسألة نجيب المذاهب الثمانية، لا مش عارف نجيب الاثناشر، يقعد يجيب بقى ايه الشيعة الزيدية الإباضية. والبعض يقول طب وليه الشيعة الزيدية والإباضية بس والشيعة الإمامية مالهم؟ ما نجيب احنا هنجيب فقهم مش عقيدتهم، وهكذا. ويقوم جاي هتبقى كل الأقوال دي ايه؟ متساوية. طب اجي انكر على حد؟ ما انت طالما اسست موقف التقليد يبقى اقول الراجل ده في الاخر قال لك طب وانت الزمتني ليه بالكلام ده؟ انا عندي الشيخ فلان، انا عندي كذا، وهكذا. فخطوره هذا مرور الاقوال الشاذه، وهنختار انه اقوال شاذه في الواقع يعني الموافقه للثقافه الغربيه. هو الآن لما عايزين ياخدوا الأقوال الشاذة في مسائل معينة جايبين يعني مثلا في الـ في الـ في, الـ في سفر المرأة، مش هو عايز يقرب من إيه؟ من النمط الغربي، ده شيء واضح جدا. هيدور في أي مسألة هيجيب لك القضية. حتى بعض الناس اللي أول ما لجأوا لهذه الدراسة كأنه الموضوع يعني طب خلاص يا أخوانا أنتوا كده يعني صدمتم إن الدراسة في الدليل بغض النظر ان الشيخ المدرس او مجموعة الشيوخ اللي هم يعني كده يعني كانوا مش بيفتحوا اذهانكم. ايه القضية؟ مش عارف اصل النمص طلع فيه خلاف. طب انا عندي يعني خمس ست مسائل، تعال شوفهم كده حللهم المسائل دي يعني ايه وزنها امام كل الهجمات دي كلها، ايه مين الدافع وراها الى غير ذلك. حتى لو قلنا انه هناك من اهمل وجود مذاهب في هذه المسألة، طبعا ما هو لما بنقول بقى فقه الدليل وارد تيجي مسائل تقول والله انا عندي مذاهب الصحابة مذاهب التابعين تم عند نقلها تهمشها شوية عمرها ما تموت، اصلا حصل اجماع يعني، لكن تم تهميشها شوية لصالح مذاهب أخرى، وبعدين هذا التهميش بقى ده الجمهور، وبعدين لا العكس بقى إيه بقى ده الأصل والباقي فيه شذوذ. لكن حتى نوعية المسائل التي قيل إن البعض اكتشف إن الدراسة يعني بلغة بطريقة أخرى اكتشف إنه المدرس أثر او ان الطريق شيوع طريقه تدريس معينه اهملت اقوال معين. على فكره مش الدراسه بتعظيم الدليل بتجبرك تقول اقوال العلماء في ايه في الدليل حتى لو بتدرس بمذهب معين، بخلاف لو انت بتدرس مذهب امامك سعه انك تقول القول وتسكت، بل ده الاصل مش كده. انت يا بتقول القول الراجح في المذهب او معتمد المذهب، يا اما كتاب بيقول فيه روايتين في المذهب، يا اما خلاف المذهب، يا اما الخلاف العالي بقى. فاذا انت اصل تصميم المنهج بيخليك انك انت ما تتعرضش للمذاهب الاخرى لو مش عايز، بخلاف لو انت يهمك الاستدلال بالدليل لازم هتلاقي نفسك اشرت ولو بصورة او باخرى ان الدليل ده يدل على كذا وان اللي فهموه كذا لابد يكون في كذا الى غير هذا. فاذا التسامح المذهبي اخطر بكثير من التعصب المذهبي وكلاهما خطر. الصواب ان لو احنا بنقول العامي الصرف وممكن كلنا نكون مرينا مرحلة العامية الصرف، بعضنا مر بيها وهو عنده خمس ست سنين، وممكن بعض يكون هيمر بيها وهو عنده 20-30 سنة، اللي هو أصلي إزاي دلوقتي؟ طب الصيام ده أعمل إيه؟ يعني دخل رمضان
ماشي العامية الصرف ده هتقول له أحكام بس. ما سوى ذلك أنه أنفع وأنه الأمة محتاجة أكتر؟ بلاش نقول حتى أنه يعني صواب مطلق وفي كل دي ال 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 وأنه بيجيب لنا أخطار، والأخطار نعمل فيها إيه؟ لو أنت اخترت السكة دي هتعمل لي إيه في الخطر دوت؟ دي ال ال القضية. فإذا يعني بيحكي لنا مهم جدا تقرير أنه كان الأصل في عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم انه ايه؟ فاسأل ال 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 ما نحتاج يسأل من يصادفون اهلا. لغاية امتى بقى؟ لغاية انقضاء عصر الائمة الاربعة انفسهم. يعني الائمة الاربعة في حياتهم ما كانش لهم ايه؟ مذهب، وانما سميت اقوالهم مذاهب. مش يعني ابو حنيفة بعد ما مات رضي الله عنه أو مالك رحمه الله بعد، لا ده بعد ما الأربعة كلهم خلصوا بدأت يبقى في ميل إلى العناية بأقوال كل إمام وأقوال من نقلوا العلم عنه، صاحبي أبي حنيفة نقلوا عن مالك الإمام وهكذا. يبقى إذن ده بنقول لغاية عصر الأئمة الأربعة لم يكن ثمت إيه؟ ماذا؟ نكتفي بهذا القدر، نستكمل بعد المغرب. سطرك سبحانه وتعالى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.